أكيد هناك تشظي يعني وانقسام وجهات النظر حول الموضوع لحساسية الموضوع وأيضا لانعكاساته على مستقبل الانتخابات القادمة التشريعية. من المؤكد أن الوضع الحالي خصوصا موقف التيار الصدري من المقاطعة، التحشيد اللي يقوم به التيار في مواجهة الانتخابات، إذا تدريجيا ممكن يتم يعني يتراجع الإطار التنسيقي عن الاستمرار بالانتخابات، نعم أو لا سمح الله نذهب إلى مواجهات يعني بين متظاهرين مثل ما شفنا يعني تمزيق الصور الملصقات بالنجف في عدد من المحافظات اعتراضا على الانتخابات، رفض الانتخابات، أيضا تطلع مشاهد تتعلق ببيع البطاقات، التزوير، كل هذه الأمور أيضا تخلق نوع من الوضع المضطرب. لكن مع ذلك نلاحظ اليوم السيد الحلبوسي عبر الحزب تقدم في الأخبار اللي تابعناها أقر قرار المحكمة الاتحادية واحترم القرار وعبر عن الالتزام بهذا القرار ودفع باتجاه يعني عدم إثارة أي قضايا أو مشكلات، بل العمل من أجل الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار إلى آخره من التفاصيل المهمة، وليس العكس. يعني لم يذهب تقدم إلى إثارة الفوضى لا سمح الله، بل على العكس التزام كامل واحترام القرار والذهاب إلى تعزيز فرص تقدم في الانتخابات القادمة سواء كانت المحلية أو التشريعية.